عبد الحكيم بالعبد أعضاء المكتب الوطني للنقابة الجزائرية لعمال التربية، وهذا تعزيزا لعمل الشراكة والعمل التشاوري. الوزير خلال اللقاء أكد أن الرئيس أمر بمراجعة قانون المتعلق بكيفية ممارسة العمل النقابي. ولقد أعطى كثير من التعليمات، قرر كما تعلمون إعادة النظر في النقطة الاستدلالية وكذلك في الضريبة على الدخل، وهذه إجراءات إن شاء الله ومن دون شك ستذهب بنا إلى وضع آخر بالنسبة لمستخدمي الوظيفة العمومية ومنهم مستخدمي التربية الوطنية. كما أكد أن ممارسة الحق النقابي هي ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية، وأن الدستور 2020 يكفل ويكرس هذا الحق، إذ أمر السيد الرئيس بمراجعة القانون 90/14 المؤرخ في 2 جوان 1990 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، إذ رأى السيد الرئيس أنه يجب أن يتماشى هذا القانون ولوائح المكتب الدولي للعمل، وذلك بمراعاة القانون لضوابط التمثيل الحقيقي للنقابات، وهذا بعيد عن التمييع مع إشراك النقابات القطاعية في استحداث آليات قانونية لتقييم الأداء النقابي والفصل بين العمل النقابي والمسؤولية في التسيير والعمل أو الانتماء السياسي. كنا كذلك قد نصبنا لجنة تقنية تسهر على إعادة صياغة القانون الخاص للموظفين المنتمين للإسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وهذه اللجنة تكريسا كذلك وتجسيدا ومصداقا لما تفضل به السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لوجوب إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية، قصد الذهاب إلى مسارات أكثر ملائمة.